يتدخل الإبعاد. كرة في منطقة الجزاء والهدف الأول في المباراة للنجم، ما كان يبحث عنه النجم الساحلي يتأتى له من خلال كرة ثابتة. رامي البدوي المدافع الأوسط هو الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة. يتدخل الإبعاد. كرة في منطقة الجزاء والهدف الأول في المباراة للنجم، ما كان يبحث عنه النجم الساحلي يتأتى له من خلال كرة ثابتة. رامي البدوي المدافع الأوسط هو الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة. عثمان العساس، عثمان العساس اتجاه إبراهيم بزغودي، إبراهيم بزغودي سيدي بي هدف التعادل ياتي في الدقيقة 63 عبر سيدي بي. كانت التمريرة بالمقاس، ابراهيم المزغودي في المتابعة، والختم واي ختم من سيدي بي الذي يسجل هدف التعادل الذي يبقي على امال اولمبيك ريبكا في مسابقة دوري ابطال افريقيا. سيدي بي يسجل هدف التعادل بعد ما كان يفكر فوزي بنزرتي في اجراء تغيير. سيدي بي خرج من وراء او بزغودي من وراء المدافعين، والختم من اللاعب سيدي بي الذي يسجل هدف التعادل. تغيير للنجم الساحلي امير عمراني يدخل خلال الجولة الثانية بإشارة من فوزي